من دمشق راحت على إحدى حدائق دمشق، جمعت شوية اضطراب من الشام، حملتهم معها إلى لبنان، وأثناء مراسم دفن الراحل ملحم بركات طلبت من المشيعين أن تتقدم إلى الجثمان، ونثرت اضطراب الشام فوق جثمانه وقالت لهم هذا اضطراب بدفي لملحم بركات. الشعب السوري سوف يبقى يتذكر أبو المجد، وسوف تبقى ذكراه خالدة في عقول وقلوب كل السوريين. بصراحة أبو المجد خسارة لكل الوطن العربي، فهو عبارة أحد عمالقة الفن وأحد أساطين الطرب والنغم، وهو مدرسة أقول دوما فريدة من نوعها، استطاعت أن تربط بين الطرب الأصيل وبين الغناء المتجدد، وكل أعماله تشهد على عبقريته، تشهد على إبداعه وموهبته. بالنهاية هو أحد أبناء الشعب السوري، وكان وهو على فراش الموت وصى بسوريا وبالشعب السوري، وهذا دليل على أصالته ودليل على محبته لسوريا، وبالتالي لا يمكن أن نرد هذا الوفاء إلا بالوفاء. الفنان يرحل، أين هو ملحم بركات اليوم؟ هو يطل من عليائه تاركا لنا هذه الأغنيات الخالدة وهذا الزمن الذي كما أشرت نحن إليه ونشتاق. رحم الله المبدع الكبير ملحم بركات وأسكنه فسيح جنانه. اهتمام سوريا بتكريم الفن وبتكريم القامات اللي هي دائما كانت كمان قريبة من فهم سوريا ومن فهم كل قضاياها، فيعني هذا الشيء طبيعي بأنه نكون موجودين اليوم بهالفعالية لحتى نكون عم نتذكر سوا ذكرى ما فيها تغيب عن قلوبنا. الخصوصية أنك أنت عم تحتفي بفنان عربي له قامة كبيرة موسيقية وفنية كبيرة وعريقة وممتدة العمر والعطاء الحقيقة الموسيقي والغنائي على مستوى الوطن العربي بشكل كتير كبير، وعلى وجه الخصوص بالمنطقة تبعنا سوريا ولبنان. كتير غزير الإنتاج بهاي القرنة وأنتج أغاني حقيقة. أنا بعد وفاته الله يرحمه أبو المجد صرت أعمل سيرشينج عليه بالجوجل ودور على أغاني، تفاجأت أنه في كم هائل من الأغاني نحن ما بنعرف أنه هاي الأغاني ألحان ملحم بركات، واللي ممكن ما يخطر عبالك أنه في هيك أشخاص غنت لملحم بركات. غزير العطاء جدا ومتمسك بهاي المنطقة كمان، هو كمان وجهة نظر ومتمسك بوجهة نظر اللي علاقة بالحق اللي نحن عم ندافع عنه دائما. هي شغلة واحدة أنه نحن بزمن الوحشنة، بزمن التغول، بزمن عدم الوفاء، فنحن بسوريا أوفياء. هاي الشغلة كتير مهمة إنه نحن بغض النظر عن المجموعة اللي عن مجموعة الفينيق اللي قامت بهذا العمل، بس نحن بسوريا سوريا وفية للناس اللي معها. دمشق ما أنا غريبة عن هذا الشيء وما أنا بعيدة عن هذا الشيء، بتحمل بوجدانها كل فنان وكل قيمة ثقافية موجودة بكل أنحاء الوطن العربي أو حتى بالعالم. ما هي كانت دائما هي ملتقى الناس. ملحم بركات هو جزء من دمشق وجزء من روح دمشق وجزء من الشام كلها، وإن كان حرب وإن كان سلم فهي الشام دائما بتكرم المبدعين، فما بالك بقيمة مثل ملحم بركات.